بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض المرضى قد يطول بهم الزمان في مسألة العلاج، علاج السحر والتخلص من المس الشيطاني المتسلط عليهم بسبب ذلك السحر. هذا يرجع إلى أمور كثيرة، فهناك من يستعمل له السحر ويعلق في شجرة، وهناك من يستعمل له السحر ويعلق على ظهر طائر أو حمامة، كما رأينا الكثير في المقاطع الموجودة على اليوتيوب تجد سحر مربوط في جناح حمام، وهناك من يوضع سحره في بئر، وهناك من يوضع له السحر في التراب، وهناك من يوضع له في البحر، وهناك من يوضع له في القبر. فهذه الطرق ليست عشوائية فعلها الساحر هكذا عبثا، لا، وإنما هناك حسابات وطلاسم يستنتجها الساحر الخبيث عن طريق اسم المسحور واسم أمه وبعض الحسابات، ويعرف الساحر أين يوضع السحر المسحور لكي يؤثر عليه كثيرا. لكن أنا أرى والله أعلم الذين يطول بهم أمر السحر ويؤثر فيهم بقوة، وبالخصوص ذلك الإنسان الذي يقل تحصنه وتقل صلاته ويقل عنده الذكر والعبادة، هذا كما قلت لكم والله أعلم السحر يوضع عند الساحر في حد ذاته، سحره يبقى عند الساحر، لأن الساحر قد يأتيه شخص ويطلب منه أن يسحر شخص مقابل مال ضئيل، مبلغ صغير، فالساحر في هذه الحالة لا يهمه هل أصيب ذلك الإنسان بسحر أم لم يصاب، هل أثر فيه السحر أم لم يؤثر فيه. لماذا؟ لأن المبلغ الذي أخذه من عند الإنسان الذي طلب منه أن يسحر فلان مبلغ بسيط وقليل، لكن قد يأتي شخص آخر يعطيه مبلغ كبير جدا، أو يقول له كل شهر أرسل لك مبلغا، أو كل أسبوع أرسل لك مبلغا، لكي يبقى هذا الشخص أسير السحر وأسير الشياطين. ففي هذه الحالة الساحر لا يضيع هذه الفرصة ولا يضيع هذه المبالغ المالية الكبيرة، فماذا يفعل الخبيث؟ يبقي السحر عنده ويضعه غالبا في بيت الخلاء بجوار النجاسات، أو يذهب به إلى حداد نافخ الكير الذي يعمل يوميا في أعماله مع الحديد، حيث النار دائما عنده مشتعلة، فيضع السحر والعياذ بالله بجوار النار، فكلما أثرت النار على ذلك السحر إذا وضعه في حجاب نحاسي، كلما تأثر ذلك الإنسان المسحور ويراد بهذا السحر قتل المسحور والعياذ بالله. وقد وقع للمئات من الناس، واعترف السحر الذين فعلوا هذه الأسحار للناس بهذه الطرق البشعة الشنيعة. فالإنسان الذي تجد معه وقت ويطول معه الوقت ويجد نفسه دائما في تعب وعناء ولم يتقدم في مسألة العلاج أو الرقية، فليتأكد بأن سحره عند الساحر الذي فعل له السحر، ويتفقده وينظر إليه من وقت إلى حين ويضعه في مكان نجس لكي يؤثر أكثر وأكثر. لكن لا نقول
يجب على المريض أن يدخله اليأس والقنوط من هذا الحال؟ لا، بل العكس، نطلب من المريض لكي يزال هذا السحر حتى ولو بقي عند الساحر وبجوار الساحر، كما قال تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالسحر حتى ولو بقي عند الساحر ويتفقده صباحا مساء، فإذا المسحور أكثر من قراءة القرآن بقوة وأكثر من الأذكار ومن الصلاة والأدعية وتعاون وتتبع إرشادات راقي شرعي يرقيه بالكتاب والسنة وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، متابعا في ذلك فتاوى علماء الأجلاء، تأكدوا بأن سحره يزول ولو كان في حجر ذلك الساحر اللعين، سيبطل ويزول وينتهي أثره بإذن الله سبحانه وتعالى، بشرط واحد: أن يجتهد المسحور ويكون في المستوى في طهارته وفي عبادته وفي قراءته للقرآن الكريم وفي كثرته من الأذكار والتحصنات الشرعية، فلا يعجز، بالعكس، بل يشفى ويزال عنه السحر ويبطل بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أردت أن أنصح وأبينه للمسحور الذي قد يدخل في حالة اليأس والقنوط وعدم الصبر بسبب طول مرضه وطول سحره وطول تسلط الشياطين عليه، قد يكون، بل أتأكد بأنه يكون بسبب أن السحر يبقى عند الساحر يتفقده كل دقيقة وكل لحظة ويضعه في مكان نجس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيجب على المسحور أن يسارع وأن يسارع وأن يجتهد أكثر من اجتهاد من؟ الساحر نفسه، ويجتهد أكثر من اجتهاد الشيطان الجني المتسلط عليه، لكي يهزم الشيطان ويهزم الساحر ويهزم الطلاسم التي جاءت من عند الساحر ويهزم إبليس اللعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.